الزمالك لعبته عتاولة، شبابه عتاولة، هو البركة في شباب الزمالك. قمة لا تنسى، ثلاثية 2020، هل ينهي الزمالك عام 2021 بفوز على الأهلي؟ سؤال تنتظر جماهير الزمالك إجابته. مساء ليلة الخميس من نوفمبر، مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الدور الأول لموسم 2021-2022. للزمالك انتصارات لا تنسى على الأهلي في كافة البطولات، ومن أشهر الانتصارات اللقاء 22 من أغسطس عام 2020، فوز لا ينسى بنتيجة 3-0. في هذا التاريخ كان باتريس كارتيرون المدير الفني يقود الزمالك في ولايته الأولى أمام السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي وقتها. في هذا التاريخ قدم الزمالك عرضاً جميلاً لا ينسى، كان الأفضل على مدار 90 دقيقة، كان الأعلى تهديداً للمرمى، كان الأكثر تسجيلاً للأهداف. بدأ الزمالك المباراة بكل قوة، وافتتح له أحمد سيد زيزو الهدف الأول من هجمة سريعة قادها أشرف بن شرقي، وأنهى الشوط الأول متقدماً بمنتهى المهارة. سيد زيزو في الموعد وفي المكان وفي الزمان، على موعد مع الكرة، على موعد مع الهدف، على موعد مع هز الشباك. في النصف الثاني تعادل الأهلي، ولكن تغييرات كارتيرون غيرت الأحداث سريعاً، وعاد الزمالك للتفوق وسجل هدفاً ثانياً عبر مصطفى محمد من تمريرة رائعة لحازم إمام. مصطفى محمد يسجل ثاني الأهداف. ثم قاد بن شرقي وأوناجما هجمة سريعة ممتعة تلاعبا فيها بالدفاع الأحمر، وثم مرر أوناجما كرة رائعة لأسامة فيصل ليسجل الأخير الهدف الثالث، ويصبح أصغر من يسجل في القمة. شاب الزمالك أدرى بشعاب الديربي، شاب الزمالك أدرى بشعاب الديربي، وأسامة فيصل يسجل الثالث، أسامة فيصل يسجل الثالث. فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان فوزا لا ينسى.